عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيده بلقياكم متابعي قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الميني باكيت كيجي سريع جدا، يعني ما تيخمش، واحد العجينه اللي ما كتخمش وكتجي رطبه. وغادي نحضروا واحد العصير حتى هو مغذي ومنعش في الحر. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعجين غادي نحتاجوا على بركه الله 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي 5 الكيسان ديال العنبه ديال الفورس، معها 100 غرام ديال الدقيق ديال الفينو اللي هو كاس تقريبا ديال العنبه معامش، راس المعلقه ديال خميره الخبز، راس المعلقه يعني ما نعمرش معلقه صغيره، ما نعمرهاش، كنهز راس المعلقه فقط ديال الخميره ديال الخبز. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال زيت البلديه، غادي نحتاجوا زيت الزيتون، غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الزبده، علبه ياغورت طبيعي بدون سكر الحجم ديالو 110 غرام، غادي نحتاجوا معلقه ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، خماره من فئه 8 غرام، والماء بارد باش غادي نعجنوا. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو للعجين ديال هاد الباكيت. ندوز على بركة الله طريقة التحضير. هنا غادي ناخدو الدقيق، كنضيفو ليه الملحة، نضيفو ليه السكر، ثم ديك العلبة ديال الياغورت، الياغورت طبيعي بدون سكر، نضيفو الكيس ديال خميرة الحلويات، ثم معلقة كبيرة ديال الزبدة. ضفت هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة. دابا غادي ندوز على بركة الله نجمعوا هاد المكونات كلها، كنخلطوها ونجمعوها بالماء اللي تيكون بارد، يعني من الروبيني. دابا الحال سخون، نعجنو غير بالماء بارد. بسم الله، كنبقاو غادي مع العجينة كنجمعوها. العجينة كتكون بين وبين، ما تكونش قاصحة بزاف وما تكونش مرخوفة. الماء دائما كنضيفوه بالتدريج، نمشيو معاه غير شوية بشوية. هنا اللي بغى يدير الدقيق ديال القمح بدل الفينو طبيعة الحال ممكن يغربلو، غير يغربلو ويضيف. بالنسبه للعجينه ملي تجمعوها دلكوها واحد شويه، غادي ندلكوها ونخليوها ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه. كيف قلت لكم العجين تيكون لين، ما يكونش قاصح، وفي نفس الوقت لاحظوا معايا ما يكونش مرخوف بزاف. صافي انا غادي نخليها دابا ترتاح قياس واحد 15 دقيقة، غنغطيها ونتلاقاو إن شاء الله. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو ليها على بركة الله جوج حبات كبار ديال البصلة، جوج حبات كبار ديال ثلاثة حبات كبار ديال المطيشة، ثلاثة حبات كبار ديال الفلفلة. هادو كلهم دوزتهم في لاشوار، يعني في الآلة، ممكن أخواتي غير تشلضوهم رقيق. الفلفلة ديالو لي عندكم يا حمراء يا صفراء يا خضراء يا لي موجود. عندنا الزيتون بدون نواس، عندنا معلقة كبيرة ديال لاصوص حارة، عندنا جوج معالق كبار ديال المعدنوس، علبه كبيره ديال الطون مصفات من الزيت، معلقه صغيره ديال معجون الطماطم، شويه ديال الجبن حسب المتوفر الا موجود ما موجودش بلاش، شويه البزار، شويه التحميره، خل قنبلدي، شويه كنجبير، شويه كمون، وزيت الزيتون. هادو هما المكونات. ندوزو على طريقه الحال، ما نساوش الملح. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. هنا غادي ناخذ واحد المقله، غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت. انا عندي الزيت مخلطه هنايا ديال الطياب، فيها زيت البلديه وزيت الزيتون، زيت الزيتون وزيت الروميه. غادي نشحر البصله مزيان بسم الله. من بعد ما كتشحر لنا ديك البصله مزيان، غادي نضيفو عليها مطيشه، ثم الفلفله، ونخليو هاد المكونات تشحر مزيان، عاد نضيفو التوابل. من بعد ما تشحرت لنا هاد المكونات غادي نبداو على بركة الله بإضافة باقي المقادير اللي هما عبارة على معلقة ديال معجون الطماطم مخلطة مع شوية ديال الماء، ثم كنضيفو الصلصة الحارة، كتبقى بطبيعة الحال اختيارية، ممكن نديرو شي تعليه ريسة. عندنا شوية ديال فلفلة حمراء أو التحميرة، ثم القليل من الخرقوم بلدي، وشوية الكمون، وشوية الفلفل الأسود أو البزار، والقليل من السكنجبير. غادي نحركو، كنبقاو نحركو مزيان حتى كتنشف لينا هاد الحشوة، وقبل ما غنطفي غادي نزيد المعدنوس. متنساوش الملحة، غادي ندير شوية الملحة وردو البال، لأننا غادي نستعملو الطول مالح باش ميجيناش تجينا الحشوة مالحة بزاف، غير شوية. صافي أنا غادي نستمر بنفس الطريقة، اخر مني غتنشف بالي نشفات من الماء، غادي نزيد شويه المعدنوس ونطفي عليها. وباقي المكونات اللي هي عباره على الزيتون والطون والفرماج، هذيك تنضيفوها تالتالي حتى كتبرد الحشوه. من بعد ما زولناها من فوق النار، غادي نضيفو دابا الزيتون،
نضيف الطون اللي صفيناه من الزيت ضروري بالنسبه للجبن، غادي نخليوها حتى تبرد. اذا كان هناك قطع كبيره ديال الطون يستحسن انكم تفردتوهم. صافي غنسينو على الحشوه تتبرد وندوزو ان شاء الله نعمرو الباكيت ديالنا. هنا غادي ناخذ العجين ديالنا من بعد ما ارتاح، غادي نشكلوه الكريات صغيره. بسم الله، ممكن تحكموا في الحجم ديال الباكيت اللي بغيتوا على حساب الاختيار ديالكم، ممكن تصغروا او تكبروا. من بعد ما شكلناهم كريات، من بعد ما قطعنا عفوا العجين، غادي نشكلوا منه كريات صغيره ديلو لبوهم. هنا غناخذ كريه من العجين غادي نطلقها. بسم الله، انا كتلاحظوا ما درت لا زبده لا زيت لا دقيق لا حتى حاجه، كنطلقوا فقط فوق السطح ديال العمل هكا. ثم كنوضعوا معلقه من الحشو، شويه ديال الجبن، هنا عندنا الموتزاريلا مخلط مع الفرماج احمر. ثم كنجيب هكا وكنقفل مزيان، كنضغط مزيان باش ما يتحلش هذا الباكيت ملي بغا يطيب، ما يتحلش لينا في الطياب. كنضغطو مزيان هكا صافي، تنزلو بحال هكا في اللاطه ديال الفران. ملي كنزلو مباشره كتفلحو اما بسكين، واحد السكين اللي تيكون ناضي، تنفلحو الباكيت ديالنا. كنديرو فيه انا درت فيه 3 تشريطات. غادي نستمر بنفس الطريقه ونطلقها ان شاء الله. هنا من بعد ما شكلت الباكيت ديالي، غادي ناخذ صفر بيضة ندير ليه شويه ديال معجون الطماطم او صلصه الصوجة، وكندهن به هاد الميني باكيت. كتزينوهم اما بشويه ديال الزنجلان او شويه ديال البافو، وكتدخلوهم مثل الفران مسخن من قبل ضروري على 180 درجه، يعني حراره البات لانه الفران ديال الغاز يعني حراره متوسطه، كيطيبو من التحت اللي عنده الفران ديال الغاز كيطيبو من التحت عاد حمرهم من الفوق، واللي عنده الفران ديال الضو مباشره يشعل عليهم من التحت والفوق، يعني في مره واحده بطبيعه الحال يخدم المروحه. بالنسبه للعصير غادي نحتاجو ليه على بركه الله 3 حبات ديال البرتقال، منقيتهم حيت ليهم ديك القشره البيضاء وحيت ليهم كذلك القشره، وغادي نحيد لهم حتى العلفات. انا بالنسبه بالليمون ما عنديش فيه العلف، لكن الا عندكم في دوك العلفات او دوك العظيمات اللي كيكونوا لداخل حيدوهم. حبه كبيره ديال التفاح، عندنا الكونسونطري ديال الفريز، غادي ناخذ 4 المعالق كبار. الا ما عندكمش الكونسونطري ديال الفريز فكتاخذوا او المركز ديال الفراوله، كتاخذوا 250 غرام او ربعه ديال الفريز. الفريز يكون كونجلي ضروري، ما ديروه يكون كونجلي فالمجمد عاد طحنوا. عندنا جوج حبات تاع حيزو مسلوقين، حبه ديال البنان، وعندنا لتر ديال الماء. هادو هما المكونات. غادي ناخذو يعني بطريقه سهله جدا، غادي نقيو التفاح وغادي انا التفاح كنديرو بالقشور ديالو. غادي ناخذ هنايا عندي الليمون، غادي نزيد عليه خيزو، ثم التفاح اللي كناخذو بالقشور ديالو كنغسلو مزيان. عندي تفاحه كبيره، انا تلاحظوا ما غاديش ندير السكر لان الكونسونطري حلو ديال الفرع ديال مركز الفراوله حلو، لا داعي انني ندير السكر. ولا درتو الفريز عادي دير واحد المعلقه، ولا ما ديروش، كيبقى طبيعي الحال السكر على حساب الحلاوه وعلى حساب الذوق ديال كل سيده. من الاحسن العصائر تمشي طبيعيه بدون سكر، خصوصا هادو ديال الفواكه. حبه كبيره ديال البنان صافي. غادي نزيدو جوج معالق هاد الشاي، غادي نديرو في الخلاط الكهربائي. هنا كيف قلت لكم الا كان عندكم البرتقال فيه العلف حيدوه. من العصائر المغذيه والرائعه جدا صراحه، كيجي منعش. غادي نديرو هنايا قلنا البرتقال، ثم داك خيزو والبنان. دائما العصائر تنقدموها بارده. غادي نضيف دابا كونسونطري ديال الفريز قياس 4 المعالق، ثم غادي نضيف الماء. بسم الله،
كنطحنوا هاد المكونات مزيان وكنخدموها بالصحه والراحه. هنا كما كتلاحظوا الميني باكيت ديالنا من بعد ما دهناه باصفر البيض ونخلط مع شويه ديال معجون الطماطم، درنا عليه شويه ديال الزنجلان، انا درت شويه الزنجلان البيض وشويه ديال الزنجلان الاسود، دخلت الفران مسخن على 180، شعلت عليه لتحت والفوق لان عندي فران تاع الضو. كنعاود ناكد البنات عندها فران ديال الكاز، فكيشعلوا الفران كيسخن على حراره متوسطه، ما تكونش النار قويه بزاف، حراره تكون متوسطه. كيدخلوا ليها الباكيت من بعد ما كيسخن الفران، كيشعلوا عليه لتحت حتى كيطيب، من بعد كيشعلوا عليه الفوق، يعني في الاول كتكون العافيه تحت منه، من بعد كنديروا ليه العافيه الفوق، لان بزاف ديال البنات كيقولوا لك انت كتهضري على الفران ديال الضو وما كتهضريش على الفران ديال الكاز. غادي نوريكم واحد الحاجه نعاود نقولها، بلي هاد العجينه هادي راها ما كتخمرش، هاد العجينه ما كتخمرش، كيف تعجنيها خليها ترتاح مده 15 دقيقه، خدمي بها نيشان ملي تشكلوهم دخلوهم الفران. هاد العجينه ما فيهاش الخميره، فيها راس المعلقه ديال الخميره، ما تسناوهاش انها تخمر، هاد العجينه ما كتخمرش وكتجي رطبه. شوفوا معايا كتجي رطبه ورائعه جدا سريعه، ممكن في يعني الدقائق الاخيره السيده تحضرهم، كتجي لذيذه. والحشوه ما نعاودش لكم، يعني الحشوه راه شكرا راسها، كنا كنعرفوا هاد الحشوه هادي مع المرات كندوزوها بالخبز، كتجي لذيذه بزاف. وهذا العصير ديالنا اللي كيجي خاطر، يجي ومنعش مغذي، شي حاجه زوينه بزاف خصوصا في هاد الحر هذا. العصائر انا كتبقى عندي يومين في الثلاجه، ما تيبقى عليها والو، ممكن تبقى عندكم حتى يومين حتى الفطور تاع الغد ليه، ما تخافوا من حتى شي حاجه. البنات اللي كيديروا البنان في العصير ديال الحليب يزيدوا غير واحد جوج حبات تاع التمر، لانه تيمنع التاكسد ديال داك البنان اولا ديال داك التفاح. وكنتمنى ان شاء الله ان هاد الوصفه تكون ويعجبكم. الى حلقه مقبله بحول الله دمتم في رعايه الله وحفظه.